السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. اذا اخيرا 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 القائمه تاع المنتخب الوطني ظهرت واعلن عليها المدرب والناخب الوطني جمال بلماضي، القائمه اللي انتظرها كل الجزائريين. القائمه هذه يعني ما فيهاش جديد بزاف، ممكن عوده بعض اللاعبين السابقين فيهم، ممكن وجه جديد اللي هو مهدي ليرس اللي تكلمنا عليه سابقا في فيديو سابق، لاعب سامدوريا الايطالي، والعريبي اللي كان السدعية أيضا سابقا في بعض التربصات للمنتخب الوطني، العودة نتاعه أيضا وعودة بعض اللاعبين. خوتي اكتبوا لي في الكومنتار رأيكم في القائمة، اللي عجباته القائمة يقول لي عجباته القائمة علاش ويذكر لي الأسباب، واللي ما عجباتوش القائمة أيضا يقول لنا علاش ما عجباتوش القائمة باش نثريو الحوار والمناقشة تكون مليحة. اذا القائمه تاع المنتخب الوطني راحين نتكلموا عليها منصب بمنصب. في حراسه المرمى استدعى الناخب الوطني اربع حراس، عوده رايس مبولحي اللي يلعب في الدوري السعودي درجه ثانيه، ايضا الحارس الثاني اوكيجا، الحارس الثالث موندريا اللي يلعب في نادي كون الفرنسي درجه ثانيه، والحارس الرابع زغبا اللي ينشط في الدوري السعودي الدرجه الاولى. في الدفاع عيسى ماندي بطبيعه الحال لاعب فياريال، ايضا عوده حماش لاستدعي سابقا في المنتخب الوطني وعاد وينشط في الدوري الاوكراني، توغاي لاعب ترجي تونسي، توبا باشاك شاهير التركي، ايضا رامي بن سبعيني مدافع غلادباخ الالماني، بن عياده مدافع الوداد المغربي. هنا دايرين مهدي ليرس كمدافع، انا الشيء نعرفه مهدي ليرس وتكلمت عليه سابقا، المنصب المفضل نتاعو نفس المنصب نتاع رياض محرز وادم والناس، وسط ميدان هجومي على الجهه اليمنى اللي ينشط فيها رياض محرز وادم والناس، دايرينه كمدافع. هل راح يلعب مدافع؟ ممكن يجرب المدرب في مقابله مالي ولا السويد كمدافع، الله اعلم. انا الشيء نعرفه على مهدي ليرس يلعب في وسط ميدان هجومي، الجهه نتاع اللي كوتي يلعب كيما الجهه تاع محرز ولا ادم والناس، هذا هو المنصب تاع مهدي ليرس. يقدر ممكن متعدد المناصب يلعبوا كمدافع، او ممكن اللي دار الاسم نتاعو غلط، داروا في 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 قلب في داروا في منصب الدفاع، الله اعلم. ايضا ذا كمدافع ايمن استدعى عطال، وسط ميدان بطبيعه الحال المايسترو اسماعيل بن ناصر وسط ميدان الميلان، ايضا زروقي وسط ميدان تفينتي الهولندي، زرقان شارلوروا البلجيكي، عوده بوداوي نيس الفرنسي. بوداوي المده هذه بدا يلعب نوعا ما اساسي وبدا يظهر بعد العوده من الاصابه، ايضا نبيل بن طالب وسط ميدان اونجي اللي راه يقدم في مقابلات رائعه للموسم هذا وبين على امكانيات ممتازه. في الهجوم طبيعة الحال القائد رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، ايضا ادم والناس لاعب نادي ليل الفرنسي، يوسف بليلي مهاجم اجاكسيو الفرنسي، وعودة سعيد بن رحمة لاعب وسهام الانجليزي اللي راهو يدير في مقابلات رائعة في الدوري الانجليزي الممتاز بريمير ليج. كريم العريبي، عودة كريم العريبي اللي ما لعبش يعني كاساسي ممكن في بعض التربصات للمنتخب الوطني، العودة نتاع كريم العريبي لاعب من البطولة الجزائرية لاعب شباب بلوزداد. اسلام سليماني مهاجم نادي براس الفرنسي، وعمورة مهاجم لوغانو السويسري. الشيء ملاحظ في المهاجمين، القائمة تاع المهاجمين غياب اندي ديلور بسبب الإصابة. الشيء الملاحظ أيضا في القائمة هذه اسم للداول يعني بكثرة في الصحافة الجزائرية رسميا، فارس الشعيبي راح يكون جديد القائمه تاع المنتخب الوطني وجديد القائمه تاع جمال بلماضي. اذا لا يوجد اسم فارس الشعيبي، رغم انه صراحه نهضر بكل صراحه فارس الشعيبي يؤدي في موسم رائع رائع رائع، لاعب يعني صغير في العمر، لاعب نتاع مستقبل، ماهوش في القائمه، ماناش عارفين، ربما تفسيرات تاع المدرب في الندوه الصحفيه، وربما ملف التأهيل نتاعو مازال، ربما كاين أمور أخرى اللي ما خلاتوش يلتحق بالمنتخب الوطني، وربما خيارات فنية، هذه كل أسئلة راح يجاوب عليها المدرب ولا الناخب الوطني في الندوة الصحفية، وراح نعرفوا سبب عدم مجيء فارس الشعيبي وانضمامه للقائمة تاع المنتخب الوطني.
ايضا عوار وايت نوري راح يكون كلام عليهم كبير 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 في الندوة الصحفية، خاصة بعد ما تكلمت عليهم فرانس 24 باللي فيما يخص تغيير الجنسية الرياضية. انا يعني من وجهة نظر نتاعي كاين لاعب من البطولة الوطنية البطولة المحلية يعني تمنيت انه يكون اللي هو قندوسي. قندوسي لعب وفاق سطيف صراحة، هذا رأيي الخاص، أراه يضيع في وقته في البطولة المحلية. قندوسي مكانه الاحتراف في أوروبا، عنده مستوى رائع، مستوى يخوله باش يحترف في أوروبا، ممكن ما يلعبش في أندية كبيرة في أوروبا، أندية متوسطة يقدر يفرض نفسه ويلقى المكانة تاعه، لأنه لعب لما يلحق مرحلة نتاع النضج التكتيكي والتطور في المستوى ما لازمش يبقى في البطولة الجزائرية، لأنه راح يزيد يهبط المستوى نتاعو، يجب عليه أنه يلتحق ببطولة أقوى خاصة في الدوريات الأوروبية باش يزيد يطور المستوى نتاعو. أنا رأيي الخاص قندوسي مدام جربنا لاعب محلي اللي هو العربي تمنيت أنه يكون قندوسي، لأن قندوسي يعني كمستوى مستوى نتاعو رائع صراحة. رأيي الخاص ما يخص القائمة، كاين لاعبين تألقوا يستاهلوا عودة نتاعهم مثل بالرحمة، مثل نبيل بالطالب لعب يعني المقابلات الودية اللي فاتوا المستوى نتاعو في تطور، بوداوي رجع المستوى نتاعو. تمنيت انه تكون قائمة فيها الشباب، هذا رأيي الخاص. على كل حال كما قلت لكم كل واحد حر في الرأي تاعو، انا نشوف باللي بعد اقصاء من كأس العالم والخروج من الدور الاول من كأس افريقيا وجب علينا تشبيب المنتخب، هذه حقيقة رأيي خاص بي، المنتخب الوطني يجب تشبيب المنتخب، لأنه علاش 2024 مازال متسع طويل، متسع من الوقت، عدنا متسع من الوقت، يعني هذا رأيي الخاص. يجب في كل تربص ولو يكون حتى لاعب واحد جون صغير نجربوه وندمجوه في المجموعة، لاعب أو اثنين في كل تربص لاعبين شباب باش نحضروا الأساس. أنا لي رأيي هذا الخاص، الأساس والصح هو كأس العالم 2026، رغم أنه عدنا فرصة كبيرة باش نروحوا كأس العالم نظرا اللي فيها يعني قريب 10 منتخبات من قارة إفريقيا يتأهلوا. كما قلت رأيي الخاص أنه القائمة هذه تنقصها التشبيب، على الأقل يكونوا 4 ولا 5 لاعبين شبان باش لونسيهم في المقابلات الودية، لأن اللاعب الشاب الجديد ما عندوش يعني خبرة داخل المجموعة ولا مش محتك بالمنتخب الوطني جيدا، هذه الفرصة المقابلات الودية دارت خاصة للاعبين جدد أو لاعبين الشباب باش يتأقلموا وباش يخلق عندهم ذاك الانسجام بينهم وبين اللاعبين الآخرين. رأي خاص للتشكيلة ينقصها لي، رأي ينقصها بعض اللاعبين الشبان، هذه قناعتي الخاصة. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. في الأخير ملتقانا مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.